هي دي المبادرة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير اللي فات، كانت تحت عنوان عام 2020 إسكات البنادق في أفريقيا. إسكات البنادق في أفريقيا. ودلوقتي عاملين خطوات جادة ومحترمة جدا 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 علشان نقدر بإذن الله تعالى نوصل لهذا الهدف. ده هدف مصر. الموضوع الثاني، وده كان موضوع برضو مهم جدا، واحنا كلنا برضو شفنا في مؤتمر الشباب بتاع مصر بقى مش العالم، وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم بيقول احنا هيبقى عندنا في عقل مصري، عقل الكتروني مصري، والعقل الالكتروني ده هيبقى موجود في مكان سري محدش يعرف عنه حاجه، هيبقى عندنا عقلين بمعنى اصح، لان احنا لازم نقتحم هذا المجال الخاص بالذكاء الاصطناعي. ولان هو ده المستقبل، الاي اي، كلنا شفنا ليه صوفيا دي اللي هي شبه البني ادمين وهي بتتكلم وبتسالها سؤال بتجاوبك وعندها منطق كمان، يعني لحد ما هي مبرمجه بس عندها منطق. طيب البروسيسنج او خلينا نقول العمليات الحسابيه المعقده اللي بتعملها الحواسيب او الكمبيوترز او الحاجات دي بتعمل كميه معادلات في اوقات قليله للغايه، يعني فاقد طبعا قدرة البشر على الحساب لان هي مبرمجة وهي اكثر دقة واقل فسادا من البشر، يعني آلة في الاخر مش هتعرف تديها فلوس، يعني والنبي عديلي ده مش هينفع. تمام. فالفكرة ان احنا لازم ندعم الفترة اللي جاية المجال ده بشكل، ان احنا على فكرة في ناس ابتدت تقول ان خلال ال 30 سنه اللي جايين في وظائف لم تخلق بعد، مش موجوده لسه، ما نعرفش عنها حاجه. في وظائف هتبقى موجوده احنا دلوقتي ما نعرفش عنها حاجه. طيب علشان نبقى جاهزين لده في العالم كله هديكم مثال. الناس اللي عملت فيسبوك والناس اللي عملت واتساب والناس اللي عملت البرامج اللي هي اللي موجوده الافتراضيه اللي موجوده دي، الناس دي النهارده كسبت كام؟ كتير جدا. ده بسبب ايه؟ بروجرامر، ولد بيعمل بروجرامنج لحاجه، بس هم كانوا سابقين. احنا دلوقتي انت خلاص الدنيا اتعرفت، بقى في شركات كبيره موجوده هي اللي محتكره القصه دي، ففي مستقبل تاني جاي، مستقبل جاي للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده احنا لازم نجهز ولادنا بطريقة معينة علشان يقدروا يبقوا جاهزين لما يحصل النوع ده من التطور، ما يفاجأش بيه كده مرة واحدة، زي ما بنقول دايما ما نبقاش احنا دايما اللي واخدين التكنولوجيا من الآخر، لا ممكن نبقى صانعين لهذه التكنولوجيا أو نبقى على الأقل مواكبين الدنيا وهي بتتحرك في هذا المجال. فلازم نظام التعليم يبقى مختلف، انك انت تعلم الشاب أو الطفل اللي هيبقى شاب، خلي بالك ده انت داخل على شكل تاني من الحياة وشكل تاني من التعامل مع المعطيات الخاصة بالشغل معاك. تمام. في ناس خايفة من حتة بطالة، ان ممكن تسبب بطالة، ممكن تسبب بطالة في حتة، بس هيبقى في شغل تاني زي ما قلت لكم هتفتح مجالات تانية اوسع بشكل كبير. عايز اقول لكم الخبر الاهم بقى في المنتدى هو ثقافة الحوار بين شباب العالم أجمع. يعني لما أجيب حد كده من دولة تانية وهو متخيل إن مصر، الصورة الذهنية عن مصر جمالين وهرم وصحراء، دي الصورة الذهنية، أو ناس بتجري ورا بعض بمولوتوف، كان فترة من الفترات دي للأسف يعني بسبب بعض وسائل الإعلام كانت هي دي الصورة الذهنية المكونة عن مصر في الخارج. فلما يجي لك الشباب دول ويقعدوا ويتكلموا معاك، وانت طبعا اكيد عندك صورة ذهنية خاطئة جدا عن مجتمعات كتيرة جدا، يعني صورة ذهنية عن الهند مثلا ان هم شعب ممكن يكون غوغائي او حاجة، عكس الحقيقة تماما، عكس الحقيقة يعني بشكل مختلف تماما، ناس متقدمين جدا. في ممكن حد يقولك ده مثلا افريقيا ما فيهاش تطور او ما فيهاش، روح شوف كينيا عاملة ازاي، يعني روح شوف جنوب افريقيا عاملة ازاي. لا يعني لازم تنقل الصورة حقيقية، عشان تنقل صورة حقيقية لازم تقابل الناس وتسمع ثقافتهم عاملة ازاي. واعتقد ان هي دي كانت النقطة المهمة جدا 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 جدا
في هذا المنتدى وفي كل المنتديات بصراحة اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت الخاصة بشباب العالم، ان احنا نسمع بعض. وكان في قرارات مهمة، القرارات دي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المنتدى. انا عايز اقول لكم كده سريعا، تعالوا نشوف كده القرارات دي ومعاشر قرارات ونرجع لكم نتناقش فيها، ولكن بعد ما نشوف القرارات. تلك النقاشات المثمرة التي استمرت على مدار الأيام الماضية كانت بمثابة الدافع نحو اتخاذ عدد من القرارات لتحويل تلك النقاشات إلى واقع ملموس يحقق أمال الشباب وطموحاتهم ويعبر عن انحياز الدولة المصرية لما يقرره الشباب. وبناء على ذلك قررت الآتي: أولاً، قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع. ثانياً، قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف إلى الارتقاء بأساليب الاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل. ثالثاً، قيام إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم تستند إلى اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير في سبل تحقيقه أخذاً في الاعتبار الظروف المحيطة بكل دولة. رابعاً، تكليف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة. خامساً، تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم لبث رسائل الوحدة والتعايش السلمي بين البشر. سادساً، قيام إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة وبحث إمكانية إنشاء منطقة أورو متوسطية للتعليم العالي والعلوم بمدينة العالمين الجديدة. تبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2020 استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة وبما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها. ثامناً، تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم من خلال مؤسسة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات. تاسعاً، تكليف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى إفريقيا ورفع درجة الوعي في المجتمعات الإفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة
وتقليل الفاقد منها. عاشرا، تكليف إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد، وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل نهضة المياه. وختاما، أتوجه برسالة إلى قادة العالم أجمع: استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عاليا، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.